ابو عناء احلى مسا من عم راشد. ايش يا وانا يا عم تولي افتون هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي انا قلت لك عايزه فرح ازاي عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه انت يا بيت بيت يا عسلية. انت يا بيت انا بكلمك ردي عليا. انت بيت خلاص يا فتون انا بتلك خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطرده لك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه والحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سيبوا نفسي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. اسالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح انا لازم امشي. كريم منى بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا حبيبي يلا. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية واحدة واحدة عليها يا اخويا. طبعا الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، وأنا بحس وبفهم برضو مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوز لولوز اختك على الباب، امي افتحيلها. سلام. امي افتحيلها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقولك ايه؟ ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها واقفة على الباب كده. نفضلها ما تقف شوية، لازم افتحيلها. ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي، بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم. احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. هو انت بداتها بمعلش؟ امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش بنتي وهي. بقول لك ايه؟
معكش سجارة صباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل طبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى انا عايزة فلوس. اصلي قاعدة عند غنوة يومين فمحتاجة فلوس. الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله مش انت الذكر بتاعنا ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما بيت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. اسمعي ايدك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلية ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استباحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة؟ نستأذن احنا يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين اصب لكم الشاي؟ لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضو يا ست البنات. النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم. واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص. ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي حقك علي عشان خاطر حته صغيره انتوا صغنتوت انتوا صغنتوت. تليفون. شو تليفون؟ الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو. مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تتركي بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself ها؟ انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية. شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي she has a very very strong spirit. She's an extrovert. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لماحة جدا. She's very very smart. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. نعم بابا
ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانيه واحده، كنت فين؟ كنت فرحة عسلية أو سالي دي. أنا عارف إن أنت بتحبيها قوي، وكنت لازم أروح وأساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون أنت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقالها سنين بتشتغل معانا وانا بحبها، والبنت دي شاطره وكويسه. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وانا في ناس مستنيني بصراحه. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك لعم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه. امشي. شيش عم راشد؟ ايه فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه، وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. تمام. ريحتك فاحت ومحاول نبيع السعر اللي عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا، والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك. ونموت فرحك ان انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني. لا ما لكنش، انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل. كده انا عداني العيب. وازح يا باشا، وازح.